أنا مش عم صدق اللي عم شوفه يمنا. احكي يا أسماء، ليش ساكتة؟ بعد غيبة طويلة. ليش هيك عم تطلعي فيني؟ ليش كل هالقد زعلانة مني وحاقدة علي؟ أنا شو عملت لك؟ الأسئلة كتير. أنا ميحي. ليش مش أنت قلت مش حابب ترجع على البيت الليلة؟ خلص بقى. بزيادة هالقد ما بقى قادرة أتحمل قهر وزعل. قد ما تكوني مقهورة وزعلانة. أنا ما عملت لك شي حتى تحكي معي بهالطريقة. خلصت قصة فارس. راحوا كلهم. الجزء الثاني من ما فيي. ما بقى يا اسم اللي أنا بعرفه. يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على الـ MTV.